هم يعتقدون CIA أن الدكتور أحمد الشلبي كان ينطيهم معلومات مغلوطة عن أسلحة الدمار الشامل بالعراق. ورطهم بها. نعم. ورطهم بها. أي. ورطهم بالمعلومات. وأنا الأسلحة الدمار الشامل والقنابل الذرية والمدري إيش. يعني فدي يوم أحكي لك قصة لطيفة كلش. شفنا رقة صغيرة مصبوغة أخضر. قلت لها شنو هاي جايب لنا اياها؟ سلحفات يعني. سلحفات؟ اي نعم. قلت لها شنو هاي؟ قال هاي وديناها لجماعة امريكا. قلنا نشوف هاي سلاح كيميائي مستعمله صدام حسين. قلت لك من استحيته هذا ولد ضابط. ضابط على اساس ضابط طلع مو ضابط طلع طباخ بالسفينة مال القيادة. سفينة يعني سفينة. نعم. طباخ بي. طباخ أو مساعد طباخ شيء من القبيل. قلت لك بس استحوا أنت رايحين تقشمون الناس بالطريقة هاي. قلت هذا محمد أحمد يعرف بيها القضية. قال هو علمنا. لا قلت له هو علمك على هاي لو أنت استنبطت الشيء هذا. قال لا هو علمنا. قال أي دليل أخذوه أنا صبغناها للسلحفات بالأخضر على أساس ميتة وقتلناها وهاي مسممة. قلت عايش لك تلعب بجهالته تلعبون ما يصير. فقلت لأحمد بوكته قلت ترى ذولا ربعك ترى مو دقيقين رايحين على أمريكان والله هذا ضربنا بكيماوي وهاي سلحفات دليل على الضربة الكيماوي. قلت شنو منو قلت سلحفات نصبغ أخضر لونها.